جبتي بطيخة وطلعت قرعة منك اوعي تزعلي ولا ترميها ولا تقولي راحت فلوسي على الفاضي. لا لو جبتي بطيخة وطلعت قرعة معاكي خليها، هنعمل بيها احلى ايس كريم واحلى عصاير ترطب على قلبك في الحر ده. تعالي بقى هاتي البطيخة القرعة اللي معاكي وتعالي اتفرجي على الايس كريم اللي احنا عملناه. عاملين شوية ايس كريم تحفة، منعشين وطعمهم تحفة جدا، احلى من اللي بتشتريه من بره باسعار خيالية. يعني لو قعدنا على اي كافيه او اي كافي شوب هناخد المشروب ده بالشيء الفلاني، وكمان بوليس الايس كريم دي برضه هنجيبها بالشيء الفلاني. احنا عملناها باقل تكلفة، وكمان من بطيخة كنا المفروض ان احنا نرميها. يعني النهاردة لو جبتي بطيخة وطلعت قرعة ما تزعليش خالص، ما تزعليش خالص، هنحطها في الفريزر وهنشوف هنعمل بيها ايه. زي ما انتوا شايفين ايس كريم تحفة وطعمه خطير جدا. واما ده بقى من كوباية عصير برتقان، عصير برتقان من اللي احنا بنعصره وبنشيله في الفريزر عندنا عادي جدا، خدنا منه كوباية عصير. او لو ما عندكيش 3 برتقانات كده واضربيهم في الخلاط وصفيهم، هيبقى معاكي عصير برتقان جاهز على طول. او اي فاكهة، اي نوع فاكهة عندك حطيه في الفريزر، جمديه وهاتيه وتعالي شوفي هنعمل بيه ايه. اول حاجه هنعملها الكريمه الاساسيه لاي ايس كريم عايزين نعمله او اي نوع من انواع الايس كريم عايزين نعملها. طبعا الانواع كتيره والطرق كتيره جدا للايس كريم. الاساسي فيها طبعا بودره الكريم شانتيه، ممكن تحطي مع الكريم شانتيه زبادي، ممكن تحطي معاها حليب مكثف، ممكن تحطي معاها كريمه القشطه اللي هي علب القشطه، ممكن تحطي معاها لبن بودر، ممكن تحطي معاها كراميل، ممكن تحطي معاها صوص شوكولاته. والاساس طبعا في اي ايس كريم اللي هي الكريمه اللي احنا بنشتغل عليها، بعد كده بنحط عليها اي طعم احنا عايزينه او اي فاكهه مجمدينها عندنا ونضربها معاه، يبقى هو ده الاساس معايا. انا جبت الكوبايه الصغيره في الكوبايات المعياريه، يعني الكوبايه اللي هي نص، يبقى انا كده خدت نص كوبايه من الكريم شانتيه وخدت ربعها سكر وخدت ربع السكر لبن بودر، يعني معلقتين كده لبن بودر. وطبعا السكر نسبي، يعني زي ما انت حابه، زي ما انت حابه تحليه الايس كريم اللي معاكي ايه. طبعا احنا معانا البطيخه قرعه جدا وماسخه خالص، فنحاول نزود السكر شويه. وكمان عصير البرتقال اللي معايا بيكون من غير سكر، يعني عصر البرتقال كده من غير اي سكر، فيعني لو زودت السكر شويه هيكون طبعا احلى. وماده الربط اللي معايا بقى المهمه جدا، او الماده اللي هتخلي الايس كريم معايا مطاطي زي ما انتم شايفين، هو ربع كوبايه من عسل الجلوكوز. ولو ما عندكيش عسل جلوكوز يبقى العسل الابيض، ربع كوبايه برده من العسل الابيض. ولو ما عندكيش لا ده ولا ده يبقى الشربات التقيل بتاع الحلويات، ناخد ربع كوبايه منه. لازم يكون طبعا الشربات تقيل عشان يعمل معانا المطه اللي انتم شفتوه. بعد كده بقى اقول لكم اللي حصل ايه. انا جبت البطيخه، وبعد ما جبنا البطيخه وشقيناها طلعت قرعه جدا زي ما انتم شايفين كده، طلعت قرعه خالص. وطبعا البطيخة لما بتبقى قرعة ما بيبقاش ليها اي طعم. رحت مسكتها شلت اللب منها ورحت مقطعها وحطها في كيس كده وحطيتها في الفريزر، حطيتها في الفريزر لحد ما اشوف بقى هعمل بيها ايه. وطبعا زي ما انتم عارفين ان دلوقتي البطيخه بالشيء الفلاني، يعني البطيخه بمبلغ وقدره دلوقتي، فحرام طبعا ان احنا لو لقيناها قرعه ان احنا طبعا نرميها، لا حرام. المهم رحت بقى حطيتها في الفريزر زي ما شفتوا كده لحد ما جمدت، وبعد ما جمدت بقى رحت مطلعاها من الفريزر. وكمان عندي في الفريزر عصير برتقال، انا عصير برتقال كده حطاه في اكياس في الفريزر. قلت خلاص هطلع بقى كيس الايس كريم او كيس البطيخ مع كيس البرتقال ونعمل بيه ايس كريم. وطبعا لو عندنا اي فاكهه تانية شايلينها في الفريزر او اي فاكهه تانية احنا مش هناكلها، ناخدها نجمدها في الفريزر وبعد كده ناخدها نضربها مع الكريم شانتيه زي ما هنعمل دلوقتي في البطيخ وعصير البرتقال. انا حطيت دلوقتي كوبايتين كده من الكريمه اللي انا عاملاها مع البطيخ بعد ما ضربته في الكبه، وحطيت عليها نقطتين كده من اللون الاحمر، لون كده غذائي بنجيبه من عندي مستلزمات الحلواني او من عند العطار، ما تقلقيش منه هيديكي لون حلو قوي. انا كان عندي اللون الاحمر فقلت ادعم شويه البطيخه لان البطيخه كان لونها فاتح جدا، فطبعا نقطتين اللون دول دعموا معايا شويه واودوها لون احمر كده شويه. بعد كده بقى بفضيها بقى في بول او في علبه او في اي حاجه. الكمية دي كانت كبيرة كده على البولة، فانا خدتها ونقصت منهم شوية وحطيتهم في كيس. بعد كده بقى هجيب عصير البرتقال، عصير البرتقال طبعا مجمد معايا، انا بخلي الحاجة مجمدة بس بتفك سنة من التلج عشان ما تكسرش معايا الكبة. خدت بقى عصير البرتقال ضربته ضربتين كده في الكبة، وبعد كده احط عليها الكريمة. والكريمة زي ما بوريها لكم كده، بصوا المطة اللي هي فيها، شايفين المطة الجميلة اللي هي فيها الكريمة دي، ده بقى من عسل الجلوكوز. وطبعا ضرب الكريمة كويس. هناخد بقى كوباية كده من الكريمة ونحطها على عصير البرتقال اللي معانا ونضربهم بقى في الكبة ضرب مبرح، يعني نضربها شوية كويسين كده عشان العصير يندمج مع الكريمة اللي معانا. بعد ما نضربها بقى ضرب كويس جدا، يا ريت بقى كان عندي لون اصفر، لو عندي لون اصفر كنت حطيت نقطه كمان لون اصفر على عصير البرتقال، كان اداني لون اكتر من كده، لكن للاسف ما كانش عندي لون اصفر، بس هو اللون بتاعه يعني الى حد ما يعني كويس، مش باهت قوي زي البطيخ.
المهم كده خلاص بقى شلناهم، خدناهم نشيلهم في الفريزر. بعد كده بقى هنجيب بقى الكريمه اللي معانا، هحط عليهم معلقه كبيره من الكاكاو، وكمان مسيحه مكعب من الشوكولاته في معلقه لبن، مسيحاهم كده على حمام مائي. هاخد برضو مكعب الشوكولاته واحطه على الكريمه اللي معانا، ناخدهم نقلبهم مع بعض تقليبه كده كويسه عشان يبقى ايس كريم الشوكولاته كمان معانا، ونضربهم طبعا بالمضرب ضرب كويس جدا عشان يمتزجوا مع بعضهم. ومعايا كمان الاسباتيولا اروح مقلباها، اجيب التقليب كده من تحت لفوق علشان الكريمه والشوكولاته تتلف كويس جدا مع بعضها. زي ما انتم شايفين المطه في المضرب عامله ازاي، مطه الايس كريم بتاعنا. والسبب في المطه دي زي ما قلت لكم عسل الجلوكوز او عسل نحل، او لو مفيش خالص الشربات بتاع الكنافه، الشربات التقيل بتاع الكنافه. هنضرب طبعا الخليط كويس جدا لحد ما يمتزج مع بعضه، لحد لون الكريمه ما يروح خالص معانا، يبقى معانا لون الشوكولاته بس. وبعد بقى ما ضربناه كويس جدا هوريكم برده المطه اللي فيه، المطه اللي فيه جميله جدا زي ما انتم شايفين، شايفين الانسيابيه اللي فيه وكريمي جدا، والكريمي دون جاي من علبه القشطه اللي احنا حاطينها مع الكريمه واحنا بنضربها. بعد كده بقى هجيب معايا اي بوله او اي علبه، علب من بتاعه الايس كريم اللي احنا بنشيلها في الفريزر، او اي علب ثلاجه، وناخده نحطه في الفريزر جنب اخواته البطيخ والبرتقال. هنحطه قد ايه في الفريزر؟ هنحطه هي ساعه واحده بس، ساعه واحده بس، ونروح مطلعينهم تاني. بعد ما حطيناهم ساعه واحده نطلعهم تاني، زي ما انتم شايفين لسه ما جمدش خالص، نديله ضربتين حلوين جدا كده بالمضرب تاني. ليه بقى؟ عشان كريستالات التلج اللي فيه تتضرب وتبوش في قلب الايس كريم، ودي هتدينا مطه اكتر واكتر برده في الايس كريم بتاعنا. وبعد بقى ما نضربه ناخده تاني ندخله الفريزر. ندخله قد ايه بقى؟ المفروض ان احنا نبيته لتاني يوم. انا بصراحه ما استنيتش عليه لتاني يوم، انا حطيته تقريبا 4 ساعات كده او 3 ساعات وطلعته، لان انا بصراحه ببقى مستعجله وعايزه اخلص الفيديو وعايزه اكمل تصويره. فحطيتهم تقريبا 3 ساعات تقريبا او 4 ساعات، لكن انت خليهم يباتوا لتاني يوم لو تقدر. المهم بعد كده بقى طلعناهم زي ما انتم شايفين كده، خدنا الايس كريم. بجد الايس كريم تحفه جدا وطعمه جميل جدا، وكمان قوامه حلو قوي، حلو قوي لدرجه ان انا بشيله بالمعلقه زي ما انتم شايفين كده. شايفين جمال الايس كريم بتاعنا؟ شايفين تحفه بجد، جميل جدا، وطعم البطيخ منعش ولذيذ، وكمان البرتقال، وكمان طبعا الشوكولاته دي اكيد. تغرفي لهم بقى في اي كوبايات او في اي بولات عندك ان شاء الله، حتى لو في كوبايات الشاي، او تجيبي لهم كوبايات ورقيه زي دي من عندي بتاع الورق والاكياس، او تجيبي بسكوته من عندي بتاع الايس كريم، بسكوتات كده وتحطي لهم الايس كريم في البسكوتات. بصوا انا من جمال الايس كريم كل شويه بجيبه، بصوا بوريه لكم ازاي، بجد شكله تحفه جدا جميل، ومحدش يصدق ان ده كله يطلع من البطيخه القرعه اللي كنا بنرميها وبنستعوض ربنا في حقها، او كنا بنديها للطيور تاكلها. طبعا دلوقتي ما ينفعش نرميها خالص، ما ينفعش بعد سعرها ما بقت بمبلغ وقدره، البطيخه بجد بقت بمبلغ وقدره دلوقتي. المهم بقى هنغرف كل الايس كريم اللي معانا في كوبايات زي ما انتم شايفين كده، وكمان هنعمل منه عصير، هنعمل عصير حلو قوي دلوقتي. العصير اللي هنعمله بشويه الايس كريم اللي كانوا زياده على البوله، حطيتهم في كيس معاهم، واخدهم كل اللي هعمله ان انا هضربهم في الخلاط، هضربهم في الخلاط وهيبقى شوب عصير ولا اروع من كده. حاجه بقى لذيذه ومنعشه، وبجد تروي عطشك في الحر اللي احنا فيه ده. وبجد لو شوب العصير ده شربناه في اي مكان هيعدي معانا، برده هيبقى بمبلغ وقدره زي البطيخه بتاعتنا كده بالظبط. شايفين ايس كريم البرتقال بتاعنا جميل ازاي ولذيذ ازاي واحنا بنقطعه؟ بجد شكله تحفه وطعمه جميل جدا. ايس كريم الفواكه ميزته ان هو بيبقى يعني منعش جدا في الصيف، بيبقى منعش جدا جدا، لما بتيجي تاكليه كده بتحسي فعلا بطعم الفاكهه وتحسي بالانتعاش. وكمان ما كلفناش حاجه، ده هي البطيخه كنا هنرميها ما خدناش الا نص كوبايه من الكريمه، نص كوبايه من الكريمه وشويه حاجات بسيطه كده بقى من عندنا من البيت، يعني ما كلفناش كتير ولا حاجه، بس عملنا كميه ايس كريم كبيره جدا بجد هتكفي العيله كلها باذن الله. الايس كريم بقى اللي فاض معايا جبت قالب من قالب الانجليش كيك، حطيت فيه كيس وحطيت فيه ايس كريم البطيخ، وحطيت كمان عليه ايس كريم البرتقال زي ما انتم شايفين كده. بس زي ما بقول لكم المفروض ده كان بات تاني يوم في الفريزر، لكن طبعا عشان استعجلت وخرجته بدري فملحقش ان هو يتجمد قوي، فاول ما خرجته طبعا ساح معايا. هنجيب بقى بعد كده نعمل العصير بتاعنا او شوب العصير بتاعنا. بجد العصير ده بصوا انا فضلت اشرب فيه بجد تحفه تحفه جدا ومنعش جدا خاصه في الحر ده. وعايزه اقول لك كمان لو عملتي الايس كريم ده لاولادك في العيد، يعني بعد الغدا كده وطلعت لهم من الايس كريم ده كل واحد خد له علبه ايس كريم كده او بوله ايس كريم، بجد هتبقى حاجه رائعه جدا، بدل ما يروحوا يشتروه من بره ويتكلفوا مبلغ يعني متهيألي اقل حاجه 200 جنيه يعني عشان يجيبوا ايس كريم النهارده. المهم خدنا باقي الايس كريم البرتقالي اللي معانا وبرده ضربناه في الخلاط، ورحنا حاطينه على عصير البطيخ، بقى شوب بقى محترم بجد، شوب عصير ملوش حل.
نطلع بقى الايس كريم بتاعنا والعصير بتاعنا ونشوف الجمال، الجمال بتاع ايس كريم البطيخ وايس كريم البرتقال، بجد تحفه. الوصفه هايله جدا، عايزاكم ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. ولو عجبتكم الوصفه وعجبكم الفيديو ما تنسوش تدخلوا قناتي تدعموني باللايك وبالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين وربنا يجعله عيد سعيد عليكم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.